حلقة جديدة من حلقات المفتش أبو جلمبو. الأستاذة جيهان أم كعب فنجان مديرة مدرسة بنات آخر زمان الثانوية المتحدة، وكعادتها كل يوم توصل مكتبها في المدرسة من بدري وتعطي الأوامر وتنظم المعلمات وتشيك على السجلات وتعاقب الطالبات المتمردات. وكانت الأستاذة جيهان أم كعب فنجان تعاني من ضعف النظر الشديد، ولكنها عالجت هذه المشكلة وحلتها للأبد عن طريق نظاراتها القوية المستوية ماركة زرقاء اليماها اللي تخليها تشوف حتى ما وراء الجدران. وفي يوم من الأيام جات الأستاذة جيهان أم كعب فنجان كعادتها المدرسة من بدري وبدأت تمارس روتينها المعتاد الفجري، وحبت وقتها تشرب كوباية قهوتها الصباحية عشان تتنشط أكثر وتركز على مهامها الإدارية. المهم الأستاذة جيهان أم كعب فنجان راحت مطبخ المدرسة عشان تحضر قهوتها وتركت نظارتها الفولاذية على مكتبها مستنية، ولكن هنا كانت المصيبة. الأستاذة جيهان أم كعب فنجان بس رجعت مكتبها ما لقت نظاراتها فوق المكتب وفي المكان اللي تركته فيه، ولأن الأستاذة جيهان أم كعب فنجان ذكرتها ذاكرة جمل قوية ومستحيل تكون نسيت فين حطتها، ولأنها ذكية ومديرة حديدية اتصلت على طول على المفتش أبو جالامبو عشان يمسك لها السارق وترجع لها نظاراتها ماركة زرقاء الياماها بسرعة وبدون وجع راس وخسارة ودراما ما لها داعي، بما أن المفتش أبو جالامبو حيكون في ساحة الجريمة بإطلالته القوية. وفعلا حضر المفتش أبو جالامبو المسرح الجريمة وسأل المدير أسئلة كثيرة عن الطالبات والمعلمات ومين اللي كان موجود في المدرسة قبل الدوام في الفترة الصباحية، وبعد التمحيص والتدقيق والتفتيش والاستجواب المتواصل عن اختفاء نظارة الأستاذة جيهان أم كعب فنجان الليزرية، شك في ثلاثة مشتبهين لازم يكون واحد منهم الحرامي الموعود بالعقوبة ويرجع النظارة الفولاذية، وهم تحية تمرد طالبة في الصف الثاني ثانوي، وفخرية ترباس سكرتيرة المديرة الأستاذة جيهان أم كعب فنجان، وأخيرا مرشدة الطالبات منيرة مرايات. المهم المفتش أبو جلمبو استدعى الطالبة تحية تمرد وبعد استجوابها قالت: أنا ما بحبش حد يقول لي رايحة وجاية منين، أعرف هيثم أعرف تامر ولا أعرف اتنين، حرة وعايشة على كيفي، ألبس فشة صيفي، لبس معلم لبس ملون حاجة براحتي أهو، وبالمناسبة نظارة اللي بتتكلم عنها يا أبو جلمبو. ولما المفتش أبو جلمبو سأل السكرتيرة فخرية ترباس قالت: أنا ما سرقتش حاجة، ده اللي ناقص، ولا طبعا وألف لا، ولا يعني إيه، لا 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 ولا لا لو يعني الحرية من غير كخة وكخ، مش كل ما نيجي نعمل حاجة جهان تقول لي أنا بخ، أخرج وقت ما أحب وأرجع وقت ما أحب من غير هق وبق ولا 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 أو يوه. وأخيرا لما استدعى المفتش أبو جلمبو مرشد الطالبات منيرة مرايات قالت: لحظة يا أبو جلمبو، لحظة لحظة الله يخليك، بس خليني أصلح الغرة، يا ربي حتى والمراية لاصقة بوجهي ماني بشايفة كويس. يبغى لي أجيب مراية أكبر عشان أعرف أشوف كويس، النظر راح، العمر العقل أنا صغيرة. لحظة ولا تعرف، خليني أحسن بس أرجع مكتبي وأقفل الباب كويس عشان أخذ راحتي. إيه يا أبو جلمبو معك، وش حبيت تسألني؟ بعد ما سمع المفتش أبو جلمبو كل هذه الأقوال أقول أحس إني كفشته. أنتوا طيب كفشتوه؟ واضح إن الموضوع ما يبغى له شطارة، لأنه أبو جلمبو عرف مين الحرامي على طول ومن غير شطارة، وأنا متأكد إنكم أنتوا كمان عرفتوه. وفي حالة إنكم عرفتوه قولنا من المتهم برأيكم، هل هو 1 تحية تمرد، 2 فخرية ترباس، أو 3 منيرة مرايات؟